عايزاه السعادي. عايزاكي في كلمتينك دي. ما وقتوش، مش شايفه اللي احنا فيه؟ ما انا جايه عشان اللي انتوا فيه ده. هما كلمتين ما فيش غيرهم. خير. 100,000 جنيه. كم؟ لا ان شاء الله. عشان لساني ده يدخل ما يخرجش تاني. قطع لسانك. ما هو قبل ما يتقطع لساني هيقول على اللي انا عارفاه. واه ان شاء الله اللي انت عارفاه. عبد الله. الله يرحمه. انت اللي قتلتيه. طب تعالي تعالي. اقعدي. المية دول حق سكوتي عن النصيبة اللي انت عملتيها، واللي لو عرفها حد هنا هيقول عليك يا رحمن يا رحيم. وكمان يا دليل العمل. عمل ايه؟ العمل. الكل فاهم ان كريمة هي اللي عملت العمل لفوزية. شوفي لو فوزية عرفت ان انت ورا كل ده هتعمل ايه؟ وده بقى يساوي كام؟ انا مش هتجل عليكي، انا عارفه ان دلابك في ذهب لولو اول ولا اخر. صدقي لوش لزوم كل اللي قلتيه ده. اي حاجه انت عايزاها حاضر من عيني. انت حبيبتي. امال ايه؟ اها. بعدين يعني ده انا لسه عايزاكي في حاجات ياما. وانا عينيا ليكي. واللي انت عايزاه جاهز. امسكي، مش خساره فيك. بجد؟ امال ايه؟ انت حبيبتي يا بنت. وانا لو فرطت فيكي هشتري مين؟ وبعدين ده انا اسراري كلها في حبك ولا ايه يا دلال؟ يعني مش قصدي. لولا انك حبيبتي يا دلال والله كنت زعلت منك. خبر ايه يا بنتي؟ انا عندي اغلى منك. والله ما عندي حد لا استامنه على سري ولا اقول له على وجعي ولا اقول له على حاجه انا عايزاها ويعملها لي. الشيطان يا ست جبريه. يلا الله مخزك يا شيطان. قولي لي حبيبتي، متى عاوزه باقي فلوسك؟ في اقرب وقت ممكن. بيني وبينك عايز اشتري بيت جديد. يا اختي مبروك، الف بركه. اقول لك على حاجه، لو كمان فلوسك ما قضتش البيت الجديد رقبتي سداده. جيبهم لك فين يا حبيبتي؟ المكان اللي تقولي عليه. اي مكان، بس انا اقدرش اجيب الفلوس هنا، حتى يشوفها في الدولاب يقولي جايبها ليه. يبقى خلاص البيت عندي. لا تقول لك مش امان، اخاف حتى يشوفني ولا يشوف الفلوس. لا يا بنت مش صح. السجية القديمة؟ لا الطاحونة احسن. يعزني. ليه يا بنت؟ ده احسن مكان نتقابلوا فيه، محدش بيروح هناك. اقول لك انا حجيب معاه صندوق الذهب كله وانت اختاري اللي يعجبك، وحلف الفلوس على وسطي عشان محدش يشوفنا. نتقابلوا بيتها الليله. خلاص هستنيكي.